وقل رب زدني علما. وحين كنا حجرني أبواب الصلاة التطوع بابي كورمي صلاة السنة. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت قال رحمه الله تعالى باب إخفاء التطوع. صلاة السنة قرين تيدا يوباب يهي وجوازه بوباب يهي بناندا تطوع وبناي يهي جماعة في جماعة جماعة اللي قلت كذا كلام مسألة يوباب وكحسين مسألة كواد واحد تهي عبادة السنة قف كيرو قرصدا قرهان صلاة دي وقريقي سيما يلها وقرصون وكت كذا يعني بنان تهي صلاة السنة مرك قاركود إن جماعة اللي قلت كذا. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة الصلاة وحافظ لبدن صلاة المرء قفك صلاة دي في بيتي قريقي سوكت كذا إلا المكتوبة صلاة فر الكامياني رواه الجماعة إلا ابن ماجة لكن له ابن ماجة وحوصقا معناه إبي معناه سقم عليه سلبه وريه من رواية عبد الله ابن السعد. وهي حديث كان وحاو تلمامي يا صلاة السنة إن قريقا لقدت كذا إني كفض لي بضانت هاي إن لقدت كذا مساجدك حتى هذه مساجدك وياهي مساجد دا فضل غنيرات كاره سمسجد الحرام يا مساجدك النبي يا مسجدك بيت المقدس. وهي النبي عليه الصلاة والسلام ساقوا مساجدك سي جوغا فضيلة غنيرات كالها بوسيدا يري علماء قاركود نواحي صحيحيين حديث كان زيد بن ثابت رواية أبي داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة صلاة قفكو بس قريقي سكوت كذا أي كفض لبدنت وكوت كذا مساجد كيغن تفر الكامو يعني حتى مساجد هذا فضيلة نيرات كاله وحا كفض لبدن صلاة السنة إلا قوت كذا قريقين اللي قلت كذا. وحلقة سورة ربي أمرك الصلاة ده السنة إلا تشديين اللي قلت كذا جماعة صلاة العيدين يدو قريقة كمفض لبنها لك المسلمين دو قلت كان يامي كفض لبنها وليو مصلها بنانك هي صلاة الكسوف صلاة دي قل رحية دي حمدو باتك يا صلاة الاستسقاء يا تحية المسجد يا ركعتي الطواف يا ركعتي الإحرام صلاة ده سيم يا لها جارك إلا تشديين اللي قلت كذا أي كفد لبدين قري كوفد لبدنا. وهي حديث كان إلا المكتوبة وحصار بصلاة فرلك إذا رجع واجب يكون تهلك اللقاء دامين التجار هلك سانة وقفض لبضنته إلا المكتوب الرجع يكون جارته لكن صلاة فر الكاهي دمر كواح وقفض لبضنته قريه هود النبي عليه الصلاة والسلام حريد استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن دي دو مركينو يفسح دي ويديستان وفسح دي ويديستان إنه هبين كي مساعد كسوت كدا وصلاة عشائية وقال هذا قريه هذا أنا خير بدن بوري نبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. صلاة السنة هاي وحيقو فضل بناتي قريقة أنا قريقة مركا اللي قلت كذا وحا الله صعدا أرهما بدن ونكسن وحا الله صعدا مركا اللي قلت كذا مساجد كيدت كده حدود أرهما وحكوكا لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء ومحبطات الأعمال
qofku inuu salaadiisa sunnaha qarsado gurigiisa ula tago ayaa u dhow ikhlaaska inay salaadiisu ilaahay daraadii noqoto meel aanu cidina arkayn cidina aanay maqlahayn iyadaana ka fog istusnimada iyo ismaqashiinta iyo waxyaabaha kale acmaasha khariba waata kale ee fii salaati naafilati fi lbeyti tanbiihu liahli lbeyt liahli albeyt salaada sunnaha marka lagu tukado guriga waxaa ku jira baraarujin la baraarujina dadka guriga jooga wa tacliimun lahum iyo baris la baraayo wa fiiha kadalika tabriiku lilbeyt oo ilaahay baa guriga ku barakaynaya wamathalu lbeyt aladii yudkaru llahu fiihi waladii laa yudkaru llahu fiihi kamathali lxayi walmeyt waa kadhi nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga ilaahay lagu xusay ka aan lagu xusin waxay isaga dhigan yihiin qof nool iyo qof dhintay ilaahay raxmadiisa kusoo degaysa guriga walmalaa'ika waa meel ilaahay lagu xusayo shayaadiintuna way ka yaacayaan marka faa'iidooyinkaasaa ku jira salaada sunnaha in lagu tukado guriga وعن عتبان بن مالك أنه قال وحر يا رسول الله إن السيول دادتك لتحول وكلت يدا بيني أنيق إيه وبين مسجد قومي إيه مساجدك تلقي كنت كذان فأحب وحن شعلي أن تأتيني إن أديتي ما أدو فتصلي كنت كتو في مكان مال meeshaasi oo min beyti gurigeega ka mida makaankaasu attakhidu aan ka dhigto masjidan meel aan ku tukado ay makaana salaatin faqaala wuxuu uhi nebigu sanafcal waa yeeli doonaa sidaa falamaa dakhala markuu gurigii soo galay qaala wuxuu uhi ayna turiid halkaad doonaysa inaan kuugu tukado faashartu la waxaan u tilmaamay ilaa naaxiyatin meel baan u tilmaamay iyo jiho min albeyti gurigeega ka mida فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاي باستاغي فصففنا وانا لصفي اما فصففنا وانا صفنا خلفه رسولك عليه الصلاة والسلام دمدي فصلى بنا وحنا تكي رسولك ركعتين لما ركعة اتفقوا عليه وقد صح وان صح التنفل السنيس جماعة في جماعة جماعة السنيس تايو صلاة السنيس جمع لقلت كذا من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهما صحابي كان عتبان بن مالك وعطي الماء مركة روب كدوه إنه الداد وكحر كيري مساجد أي رير كود وأما قبيلة دي ساي كنت كان كيرين إن مساجد دك لكيرين وقت يجي النبي عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة كويا لي أي حديث كود دليل وياه masaajidkan baa ka mida waxaa kaloo ka mida masaajidkii mucaad ibnu jabal qowmkiisa uu ku tukan jiray laakiin jumcaha masaajidka nebiga oo qura ayaa lagu tukan jiray haddii markaa ay baahi jirto tacadudu lmasaajid in masaajido badan meesha laga dhiso inaanay dhib lahayn baa laga qaadanaya haddii loo baahan yahay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa اتخاذ مكان في البيت مسجدا ميل قريه كم اذا قفك انو كدغتو ميل سلادي سو غاره وانا مش او قرسونيده بدن عيدنا اني مركا اوو سو غلهين عيدنا اني مشغولين هاي مركا كنت كنيه مركا السنه هدا ددك بدن كودو اني كو عمل فلين بو حديث كنت المامية سنه مهجوره يا حديث كن كسغن sunnahaasi oo ah masaajidulbuyuut qof waliba gurigiisa meel ka mida inuu ka dhigto meel uu si gaara ugu tukado wakaa saxaabigu le fatusalliya fii makaanin min beyti attakhiduhu masjida markuu leeyay masjidan ay makaana salaatin buu ujeedaa meel aan ku tukado ee yeelan maayo axkaamtii masaajidka maadaama uu guriga ka mid yahay oo meel waqfi oo weligeedba masaajid ahaanaysa aanu ahayn waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya tawaaducii nebiga calayhi salaatu wasalaam
saxaabiga u yeedhay ku dhig kale gurigeega igu tuka meel kamid oo masaajid aan ka dhigto nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u yimi saxaabo kalena waa la socdeen hawshii loogu yeedhay baanuu camalkiisa ka bilaabay oo ahayd meel guriga ka mid ah inuu ugu tukado oo markuu gurigii soo galay markiiba muxuu yidhi ayna turiida an usalliya laka halkaad doonaysaa inaan kuugu tukado وأشرت إلى ناحية من البيت وحكى له حديث كان الدليل يا حيوان مسألة وشيخ وهذا وكان صلاة السنة كم إذا أن كم إذا هاي صلاة جماعة اللوتشي لصلاة السنة جماعة اللوتشي دي باكرة صلاة العيدين هي صلاة الكسوف هي صلاة الاستسقاء هي صلاة التراويح هي صلاة السنة هاين كم داعين سنة ياشا جماعة اللوتشي دي إن مرارك قار كود يدون لتشوك تاين هاين جماعة اللوتشي كان كرو الصحابي يقول حليه فصففنا خلفه وفصلنا بين ركعتين صلاة النبي يقول لك عتبان بن مالك وكنت كذي إنه جماعة مركا وكنت كيه صحابة أيو تلمام وحكى لو الدليشي حديث كعبد الله بن عباس الصحابين ككتشيري عندما بات في بيت خالتي ميمونة مركوه يدي قريقي أبريرتي ميمونة وحاسس كالنبي كم يدعين نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كي تكري أيو كحرني عبد الله بن عباس تراويحنا ما يهين مركا جماعة يسجي نبي إسلام نقدين جماعة الصلاة ده مركا الله بأوير أنا سنو مالك نواكيت المامي إن قري قود رسولك عليه الصلاة والسلام لقوع السومي سبخاري وصحيح سكوري نبي عليه الصلاة والسلام مركي قري قال لقوع السومي عنتدي بمركه الرئيسية ويوحلوا قوية يا ربي أحد أي قويس كا قري قد قنا وحكول قوموا فليصلي لكم كعا أن انتكية مركا وحو الشاقين الصلاة دا جماعكو تكدين وصليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وأمي أم سليم خلفنا وفي رواية فصففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا أنا جاي إن كا أجان كا النبي قال الدبي استعجل سلام تلو أنا جسيد دبيس وهي حديث كان عتبان وحياباك لين وكفايسين وحكم إذا أن المطر والظلمة من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة روبك إيه مدى وقفرها بدنا قف كوحي يفتين صدان وهيسا وحي كم دين عذر دار رضا قف كوبنا يا أمنين كوبنا يا صلاة الجماعة نكارو باب أن أفضل التطوع بباب يهي سنها أفضل بضاني مثنى مثنى أي ركعة تاني ركعة تاني لبلا برقعة ودي لو تكدين يومرك لبلا تكدب الله السلام نقصد فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هاني وقد سبق حديثة سلوى صهر مرين حديث ابن عمر في باب الوتر بالركعة ونقصها مرين وكذلك حديث عائشة حديث أم هانينا وحديث كسر سنة صبحة الضحى سنها مركة الضحى أما برقدة لا تكذب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر صلاة الليل هبينك صلاة لا تكذب والنهار ما لنت صلاة لا تكذب مثنى مثنى لبا لبا وي لبا إلا تكذب ولا سلام نقصد أدنى لبا لا تكذب ولا سلام نقصد رواه الخمسة وليس هذا كلمة بمناقض المذكور من الحديث حديث كيسا الذي كاسو خص فيه خص أقاري إلي فيه نحديس الليلة هبينك بذلك أرنك أو أقاري إلي ديذك ابن عمرة المامية صلاة الليل مثنى مثنى يكنس كماري من يابول لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل لأنه مركى صلاة الليل كالنبي قال لي جواب هذا الكيس وهامد وحويدية وكالجوابي
وعينه في سؤاله كاسو أمرك سؤاشي سكوعي ما يسلا تليلك عينه الليلة في سؤاله مركا صلاة الليل مثنى مثنى يدو إشكال ما لها وصحيحة لكن والنهار والشاد لا كما قال المصنف سو مصنف كوري معها وعلي بن الحسن علي بن عبد الله البارقي نيل ربا سنة كتشيرو للتفردي تفرد بذكر النهار في هذا الحديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي علي بن عمر به وقد خالف قريبا من 15 رجلا شن هي تبنن أو ثقادة إن كدوا بخلافه يقول حديث كده صلاة الليل مثنى مثنى أو كخلاف إن زيادية والنهار ما لنتين حديثك الشاهد ولهذا حكم على هذه الزيادة الأئمة بالشذوذ زيادة العلماء حكوا حكمين زيادة شاذة زيادة والنهار كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أئمة مركا كحكمتي زيادة والنهار إن زيادة شاذة وحكم ذا يحيى بن معين والإمام أحمد والإمام النسائي ورحمة الله عليهم أجمعين مركا صلاة الليل مثنى مثنى وصيدة أفضل كأه صلاة الليل هو أفضل صنطعي صلاة دي النبي وهبين كنت كنت رنا وبدنيت قال برجع عود كذا بيرو سلام نقصه لكن إن أفر لإسرائيل أنا سلام نقصي أدحين إذا لفتيد وبنانتها لحديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وكذلك حديث وتر جاي نقص أمرته التلمامي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقال رقع دودة مركا حريرة إنو التكذي لبالا بدأ ومتكن مرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنو التدبت كذي مرنا إنو شنت كذي حريرة صلاة النهار لفت يدو مركا لأيقو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساسي أي أبضني إنو لبالا رقع دودة مركا التكذبة والسلام نقصده صلاة الله قال يعني وصلاة الصنهاوي صلاة فر الكاسية لو تكنيها وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحها إذا قام مركو استاغي يصلي سقوط تكني من الليل سعدها بينك وحكم إذا صلى أربع ركعات أفر ركعات بتكني ولا يتكلم آن وهاد لهين ولا يأمر آن وعدنا فرعين بالشيء وح ويصلي وسلام نقصري بين كل ركعتين لبرق عدود مركوت كذبا حديث أبي أيوب وضعيف واصل بن الصائب وضعيف أي سنة كيسة كتيرة وحاوت المامين وإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كنت كنا إلا بالباحد نعم ومركو لبت كذبا وسلام نقصري وأنا سأوب بنيت بين النري لبك بدن الإسرائيلي أنا نبي جواك سجنات وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحي يرقد مت ساحدة فإذا استيقظ مركو صوت وصوت تسوق وعد ينشري ثم توضأ يتنوي سينشري ثم صلى وحط كنشري ثماني ركعات سدد ركعات ويجلس فريسان في كل ركعتين مركو لبت كذبا ويسلم والسلام نقصني ثم يوتر ويتوح وانت أدب ويتري كو ويتري يسنكيري بخمس ركعات شان ركعاته ولا يجلس وانو فريسانهين ولا يسلم وانو سلام نقصنهين إلا في الخامسة تشناد موياني وحديث عائشة وصحيح بمجموع طرقه إنه نبي وشان حريرة كو ويتري يستنى في صحيح مسلم بابي كسو قنطعي ورأيه نصف مرتي من حديث عائشة وعن المطلب ابن ربيعة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده الصلاة صلاة مثنى مثنى واللبا لبا أنا لبا مركلت كذا ولا صلاة مرخصانية وتشاهد وتحيا سنسة وتصلي وصلاة مرخصانية في كل ركعتين وتبعص إلهي بادو خضوع عيسى وتمسكن واسم مسكينين عيسى وإلهي بعد سد الليل إسا وطاق درد هذا إيا فقر إيا باهد هذا دو موچين إسا وطقن عيديك لابد هذا قعمود بعد كرو قاد إسا مركا دعايسان إسا وتقول واحد أوران إسا اللهم إيا الله فمن دعاء هذا واحد ساسد كوب إلاب إسا فمن لم يفعل قف كان سمين ذلك أرنكا فهي صلاة ديسو خداج ودعس والصلاة بميس أهين برقى حديث كان المطالب بن ربيع عنا سكنوا حديث ضعيف وهي لكن قضية كسب سنة صلاة إلا بلا بلا قد يقع سنه النبي عليه الصلاة والسلام عملي قهابي يوافق سنة أرين تكوسا أبصر مركا إن مركا الصوت وصين لعدد ولا ويسيستو حديثك عايشة كوسا جرى حديثك كلام كوسا كان حديثك عبد الله بن عباس الصلاة دي هبين كنا بيقول تكنتيرة وكور رمي وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر في كل ركعتين لا مرقع ذو مركة لتكذب التسليمة صلاة النقص بكتر رواه ابن ماجة أبو سفيان السعد بسند كيس كتر ضعيفة وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحى يصلي متك حين تزيغ الشمس مركة يقول رحد السوشو ركعتين إلى برقع عدود وقبل نصف النهار ما لنت كلبر كيدا هورتينا أربع ركعات متكنشرين يجعل التسليم في آخره سلام نقصي أنا حق أدن بيسا أيو كييلي كيري ومركا أفرت أيو سراعين كيري ويا المعنو مركا إن قبل الزوال إلا تكدو صلاة علماء قاركود أي صلاة الزوال أي بحيان ودرسكي شربين وقصة مرتين أفر رقع دوض وحليل مرقى قاركود اللي تكن كرانا حديث ورائن وطل ما النبي كسق ناطي لكن لما الله يقبض نايد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باب جواسي تنفول السنيسي بناني سوء باب يهي والسنيس تقفك جالسا حالو يهي متفرية والجمع بين القيام والجلوس بباب يهي إنه بنانته هاي إن تاقني إيا فرد اللغو كل ميو في الرقعة الواحدة تي رقعة قرى رقعة قرى الصناء إنه قيبنا تاقني كنت كذا قيبنا وفرد كنت كذا إنه بنانته هاي ركوا لبا مسألة أو مسألة كوادو هاي تاي إن صلاة دا الصناء هاورت فرد اللغو تكن كرو وتاقني دواني أركان تيدا كمي داهين iyo salaad qura ama ragcad qura in labada lagu kulmin karo taagni iyo fadhi ana aisha taqalat wahidti lama badana markuu uslaaday ee uu daobay da gaare rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wa thaqala uslaaday kana wuxuu ahaa كان وها أكثر الصلاة في أكثر الصلاة صلاة سبدا كده جالسا متفرد كنت كذا أيها متفق عليه مركز صلاة الشيء صلاة والصلاة الصنعة وهي مركز النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي بيستي ده دي سورة ويناتي وحديث كدليله هي صلاة الصنعة فرد اللي كنت كان كره حتى قف في سوق التاجنة أوده
قال النووي وهو إجماع العلماء الإمام النووي حدوث علماء واسكوا فقسين تاس صلاة السنة فرد اللي قلت كان كرو سقى قفك أوده إنه تاجني كنت كده حق أشر كأيوم بمر كارن تاسيرات كوي على رأسه لكن حق بناني ذا الصلاة دي صحتان كده راتكم الله وعن حفصة وعكلو حديث كمفهوم كيسو يا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة السنة لفت هذا أنت آنو عصلانة آنو مركا وينان إنه تاجني كنت كان شري وحالكم مركو يسبدل وامركو النبي هو اللي بيستئ وينادي وين وعن حفصة قالت واحدة لما رأيت من أراك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وصلى تكدي في سبحته سنه سه قاعدا حاله يمد فرنيا حتى كان قبل وفاته بعام إلا لقاري قيردي سنة كهر يعني دمشدي سنة كهر مركزه بلعبين وفرد كنت كذا فكان وحي يصلي مد كذا في سبحته قاعدا حاله يمد فرنيا وكان وحي يقرأ مد أخرية بسورة سورة القرآن كمدا فيرتلها وترتيلين كيري وكلا ديكي كيري حتى تكون إلا يها تأطول ميت كدير من أطول منها ميت مركورة كديريت ووقت جي سورة دي ذا كديري قادن كيرتي وقت كديري قادته والنبي عليه الصلاة والسلام سمير ودقن وآخر كيري ويان معنا رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والصحاح حديث كنوع التلمامية النبي عليه الصلاة والسلام صلاة السنة وتاجني كنت كان شري إلا في آخر حياته موياني حديث كعائشة ورأي وافق سيهاي يا نبي عليه الصلاة والسلام إن مركي الدنباء وصلاة السنة فردي وكنت كذي تاسينا إني بنانتا إن فردي لكنت كذا بيت دليلتي يا نبي عليه الصلاة والسلام قرآنك وكنت كان يا إنو ترتيلين كيري أو سيدقان أو مير أو آخرين كيري وعن عمران ابن حسين أنه سأل ويدي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل بويديي ننك الصلاة دي سقاعدا حالا وفرية وتكذا قال إن صلى هدو تكذا قائما سيقول تاقا فهو أفضل ساسي أي أفضل بدن ومن صلى كتكذا قاعدا حالا وفرينا فله حاصقا نصف اجر القائم كتاغني كتكذا اجر كيسا كلا بركي ومن صلى كتكذا نائما اسقو دين عوجي فنا فله نصف اجر القاعد كفدي كتكذا اجر كيسا كلا بركي باوسغان رواه الجماعه الا مسلما مركا حديث كان وحو تلمامي أولا وصلاة الصناء بكو ساب سيها انت اقني يا فردي يا تشيف انت بلغتو كان كره ومن صلى نائما اي مضجع الوية المعنيد وحكرا حديثك دليل يهي صلاة السنة إن تاقني لقدت كذا إن إتهاي سيدة أفضل كاه قفك صلاة السنة إسوغو تاقني أود يا فردي كنت كذا أجر كيسوا كير يهي كتاقني كنت كذا وكلا برب كي دو كيف كنت كذا إنتا وكسي يراري كفردي كنت كذا كلا بركي بوهلي نبي موسى عليه الصلاة والسلام كبتشره وحتى يسقى أوده إنه تاجني كنت كذا دفدي كنت كذا خصائصتي سواء حكم إذا وحياه أو لجاركها إن أشر كيس وده ما يستريح حتى لو صلى النافلة قاعدا هو يستطيع القيام سيد أوريي أبو داود بإسناد صحيح إني لست كهياتكم أركارنت على ودي النبي عليه الصلاة والسلام إذن كوكلاء إنه ما يهبون النبي عليه الصلاة والسلام يعني خصائصتي وحيابا إيقاركا إلا هاي قوكاري إلا بي كميطاي هذا صلاة السنة فردي كنت كده حتى أجر كنو لما يسترمي
way waxa kale oo xadiidka laga saaraya qofka cudurdaar awgii fadhi ugu tukada xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay man salla naafilata qaacidan min gayri cudrin qofka salaada sunnaa cudurdaar la'aan fadhi ugu tukada laakiin qofka cudurdaar awgii ugu tukaday sa xanuun oo kale ama wasada inuu soconayo safar u yahay oo kale gaadiid uu saaran yahay ajarkiisu waa u dhammaystirmayaa kaas وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثل كذا ليلا طويلا في ليل طويل هبين دار قائما حاله ويا متاجا وليلا طويلا ويصلي وتكنتر ليلا طويلا في ليل طويل هبين كلو دارنا قاعدا سقف فديا وكان وحا إذا قرأ مركو أخري القرآن وهو قائم يسقو تاجا ركع والركوع تشري وسجد والسجود تشري وهو قائم سقو تاجا تاجني مكر ركوع تشري وكسجود تشري وإذا قرأ مركو القرآن كأخري قاعدا سقف فديا ركع والركوع تشري وسجد والسجود تشري وهو قاعد سقف فديا رواه الجماعة إلا البخاري ويحدث كنوح التلمامية صلاة الليل كأصنا ياشا كم إذا ينفردي لقوت كان كرو تاجنا لقوت كان كرو فردي لقوت كان كرو إيوه هدي عمر كائن قراءة تاجني كو آخرية ركوع دي سجود ده ليس قو تاجني إنه ركوع أو سجوده بمعنى قيام أما تاجني كسر ركوعه الركوع هذا بده إدنا سقو تاجن ولي وسجوده والسجود يسوى قيام كسوى بلعبنت الركوع يسنى قيام كسوى بلعبنت لكن تاسي شرط دي ما هاسي حديث كان دم بين كوارك دونه وعن عائشة أيضا أنها لم ترى وعائشة اكتئنا أن أرق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سقو تكن هي صلاة الليل قاعدا حاله وياهي متفرية قط ولقي حتى الصنع إلا أدؤوبي وكانوا حين يقرأوا من آخر القرآن كقاعدا سوى فرية حتى إذا أراد إلا وضانه ولا قال وقت قدوني أن يركع عين الركوع قام واكع تري فرق فقرأ وآخر تري نحو من 30 أو 40 آية صدا إلا أفرت الآية ثم دعتنا ركع والركوع تري رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الرقعة الثانية كذلك الرقعة الله بعد الساس ويهل تشري مركا حديث كنوح الدليل ويهي مسألة الله بعد وآه بابك وآه الرقعة قرى بركيدنا قيام لقدت كذا بركيدنا قعود يفردي إن لقدت كذا أما مركا ورفردي هكو بلابها يستاغو أما تاغني هكو بلابها فردستو وانا سأل جمهور العلماء كنت قال بل حكاه النووي عن عامة العلماء وعن عائشة قالت واحد رأيت وحن أركي النبي صلى الله عليه وسلم نبي يصلي سقوة تكريا وتربعا حالو يامي التربعي رواه الدار قطني مركا حديث كان هو حديث ضعيف وي صلاة مركا وكذا إمام النسائي ما علم واحد رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسب إلا خطأ مركا صلاة قفك وفرق كنت كان يو سكستو وفرس طبع ويان صحيح وحانا تاسيو الدليل حديث عمران بن الحسين في البخاري مركو النبي عليه الصلاة والسلام حنونك وقعوا دي النبي محيوكولي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن كنت كون بويني كيفية قار النبي عليه الصلاة والسلام وما أستين وما تلمامين هذه كيفية قار أي واجب تهينا قاب قار الله فريصريا قاب قار كاب النبي عليه الصلاة والسلام الشيق لها كيف ما جلس صحت صلاته سكستو فريستو صلاته سواء صحيح
وعلى اسكو خلافه اون سيده افضل التربع متربع سميه بسيف افتراش كو سيده تحيات كوره لو فريستو انو فريستو لبدا تيبا افضل حديث كو حد لي شدي قولوين كيري سيده افضل كاي وينو تربع سميه waxa kala yiraahdeen fadhigii asalahaan salaada kamid ahaa iyo fadhigan qiyaamkii ama taagnidii bedelka ka ah ayaa kala suucmaya ila hadii uu sidii atxiyaadka uu fadhiisto fadhigii taagnidii bedelka ka ah ayaa ki kala way soo ekaanayaan qowl kalena wuxuu leeyahay iftiraashka afdala sida tixiyaadka loo fadhiisto kale in loo fadhiisto waxyaaba markaa ka xoojinayna waxaa ka mid a inay caaisha sheegtay radiallahu canha sida nasaa'iya ay wariyeen ana nabiya calayhi isalaatu wasalaam kaana yaftarishu fi salaah asalka fadhiga nebigu wuxuu ahaa fi salaa aliftiraash in lugtaa bidix la goglodo markaa lagu fadhiisto baabu nahyi diidmadii buu baabi cani tatawuci sunaysigii laysu diiday bacda aliqaamati aqiimista salaada laa qiimo dabadeed la sunaysto wacan abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi idaa uqiimat isalaatu salaada marka la aqiimo falaa salaata salaadi ay jaa'isatu mid banaan maaha ila almaktuubata ta faralkaa mooyaane rawaahu aljamaacatu ila albukhaariya وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت أي لها تالو لو أقيم موياني ومكتوبة ذا لفت يدو حلوغة جاء تا لو أقيم ميت كلامها ويدو تي وقت كيدو تاقنا لو أقيم حتى ميت كلام دي مقالي كانو واي وأنا عام حديثكم وصنها صلاة صبح كهر هي إيو صلاة ها كلابو وصيمية حديث مركا استثنون سي سوري بيسا صنها صلاة صبح كهر هي ويساق يدو الله قيمة إلا إسكتو كان كارو حديث ضعيف ويه وعنا كسور كيدا حديث كلاو ضعيف هو حتى سنها سينو كتشي رسالة لديدية المامس إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر مسلم وخالد الزنجي با سند كيس كتشي إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر هو ضعيف وزيادة إلا ركعتي الفجر إن أنا أصل الله يموت المامي الإمام البيهقي رحمه الله تعالى حجاج ابن النصر يا سند كتير يا عباد بن كثير متروك بيسقوا اه الصلاة ده هو دم باكسما صلاة الصبح سنة كهر ريانا يسقى الدليل قارة باب الديدي با حديثك عبد الله بن مالك بن بحينة نص الصعداء مركورتا صلاة لما بلا بكره يدو صلاة دي لو أقيمي وتدي منهاج كبا يقول هذا مكروه لكن تيل لغو تشيري كورا جمهور العلماء وحيلي انت وكو تشيري قفكوا واسكرنا ما يستيران كرا يقول قاركوت شرد وقال لك انو كبا قمو يعني ان صلاة دان امامك وقالي الله قيمة اي دافتو ظاهريه سوح إليه إيه هذه لا قيمة يدو سلام النقص يقول وهاد يهاي ويبرتي صلاة داس سلام النقص يقول هذا دوار سلام إنتي كلامه دمي ما رد لا قيمة وكك ظاهر كحديث كأي قاتم وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وحارك رجلا وقد أقيمت الصلاة وحال قد أقيمت الصلاة إذا صلاة لا قيمة يصلي نكاسو تكرر ركعتين لا برقع ذو ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلامركو صلاة دي كبحي لاث وحا صاور ريبيه ساق وحاكو صاور ريبيه عنده
الناس ضد كيما كسر أروري اجتمعوا عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوح كويري ننكاس الصبح أربعا يا تصلي الصبح بالصبح بات كنس أربعا حالة وأفرياء الصبح أربعا صبح بات تكرس حالة وأفرية هاي صبح والله بقوله وحي صلاة دنك لأ إيادو صلاة صبح الله قيمة هدنا أتكرس برقى حديث كان وحو التلمامة يا سنها الصبح إنو صلاة دك لأول لمدي ومرها دي صلاة دي صبح الله قيمة أن لو وضعين وحكى له التلمامة يا لنبي قل إنك واكو إنكرو استفام توالي الإنكاري صلاة دي أول لغوتي روها دي لا قيمة صلاة سنة يدو لغوتي روها دي صلاة دي فرال كهيدا وقت كده تاقنا الله قيمة إلا قبحة يتال لغوتي رو سأصحدان السلام ونقصب على قبحة لحديث علي وتحليلها التسليم إلا إسكاد قاقي ما يؤون إلا هو صلاة حرمتين marka hadii ragcad wax ka yari salaalay ka harsantay waa la iska dhameystiri kara laakiin xadiid ka ruuxu tilmaamaya yaanu markaba bilaabina isagoo ku jira baa la qiimeeyay mar hadii la qiimo salaada sunnaha inuu ka baxayo babu awqati waqtiyadi bu baabiyay almanhi la iska nahiye aan salaati fiha salaada dhexdeeda la iska nahiye وقتيه الصلاة اللي سديري وأنا شو وقت السنة أكيد ضانة وصدق وحيون قاني حق الزمان كي وقتها لا بنا حق الصلاة صلاة بالوحدة صلاة عصر يا صلاة الصبح صدق أنا وقتي ويا وين marka ay qorraxdu si dhacaysan qarsoomin iyo markay soo baxaysan wali kor noqon iyo qismada bartankeeda taaganta wali aan isuulin sadax asigu salaad kuma xidna wa ana bi sa'id an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wuxuu yiri la salata salati jaisatu mid banan ma ba'da salati al-asr salata asr dabada hatta taghrib ash-shams illa ay qorraxdu dhacdo ولا صلاة الصلاة بعد صلاة الفجر ماهان صلاة الصبح دبدين حتى تطلع الشمس إلا يقول راح الصباح اتفق عليه وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين صلاة ما بنانا لما صلاة دبدين بعد الفجر صلاة الصبح دبدين حتى تطلع الشمس إلا يقول راح الصباح وبعد العصر صلاة عصر دبدين حتى تقرب إلا يدعس رواه أحمد والبخاري مركا الله وقتي وصلاة للديني وحديث كانت المامي عصر دبدي هي الصبح دبدي مركا وليبا وصلاة دبديت وقتي عصر كادو صوق لقف كان وليتو كان صلاة اللهم دي دركاس ومركو قفكو تكدون عسر مركو تكدو أي منهي يقوب بلا مية ولا خلاف في ذلك صلاة عسر مركو لقاضي خلافكم أجل حديث كنا واتسنة لا صلاة بعد صلاة العصر وقت العصر ما هي وامحي بعد صلاة العصر صلاة عصر قفكو مركو تكدو دبدت بان صلاة الله وقلي صبح نسي الراجح جمهور العلماء كتاقين واللمت ونهي يقوح بلا مية مركو صلاة الصبح لتكدو ونسى حديث كان التلمامي ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بركا وقت النهي يقول إنو نيار هذا ما إنو قابنا هذا وحي كوحي لانت هاي قورت وقفك عسر تكدو أول وقت تكدو وقت النهي يقول نيارانا وكذلك الصبح هدو عسر كي ديبو ديقو أما الصبح ديبو ديقانا وقت سلاة اللو ديدي وكوبنانا إلا قورما ayaan salaada loo ogolayn casarka marku tukado ilaa ay qorraxdu dhacayso iyo salaada subax marku tukado ilaa ay soo baxayso hatta tatlu ash-shamsu
يعني مجرد طلوع ونهي كل ما أنا الحديث كان ظاهر كيس واسدا مرة هذا صوب هذا يعني كربة وكعنة صوم وقطبة نهي قوارنا ماضي لكن وحا فصيرا يا حديثة تلمام إيسا إن صوب هذا وقول إن أنا كف الليل حتى ترتفع إلا كر وكعضه ولي بقيد الرمح قدر الرمح كقدرا سيحديث كعامل بن عبسة كعب أبو داود وري إنه صعدة. وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وادد عن الصلاة صلاة دي بعد الفجر لتكدو صلاة صباح الدبديد بعد الفجر وحفصير الرواية كأورانية بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا يقرح صواب حيث طلوع وحلو قتشدان وحفصير الرواية كقيدة ارتفاع حتى ترتفع الشمس قيد الرمح وبعد العصر سلادة لتكذابو ديدي حتى تغرب الشمس إلى قرحة العيس ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما وفي لفظ عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل الله صلاة الصلاة مشروعة من لتشديمها بعد العصر صلاة عصر بدل حتى تغرب الشمس إلى قرحة العيس ولا صلاة الصلاة بعد صلاة الصبح صلاة الصبح من لتشديمها حتى تطلع الشمس إلى قرحة صباح العيس رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وقال فيه بعد صلاة العصر وعن عمرو بن عبس قال وحر قلت وحر يا نبي الله نبي إلهي واخبرني قور عن الصلاة قال وحر نبي صليتك صلاة الصبح صلاة صبحتك ثم اقصر عن الصلاة لترى الصلاة كاستا كقابص حتى تطلع الشمس إلا يقول راح الصواب حيث وترتفع ويكورك عيس وكاقيد كاين شيء قلني ما هصواب حيثان قرى ويصواب حذي إنه نهيجي كل ما أنا يقو صلاة دي يكوب النارانس وإن صواب حذو كورنا وكعضو وران قدر كي إن لاقنا حديث كان عمرو بن عبس لفتيس الروايات كي سقار كمدك صاررت إذا صحيح فإنها تطلع محايا لي ويصبح ذا قرح حين تطلع مركا يصبح بين قرني شيطان شيطان لبدي سجيس نحو ذاك صبح ذا كالذي سجيس ومحاي يعني حزبه وأتباعه بالغفة السيري وحكى الله القفة السريع على ظاهره وده لابدي سكوت مدحي سلمي سلنع أنه يحل وهذا الأقوى سداسة أيها الحوك بدل إنسان القفة السريع ومدحي سمركة قرحة وكبهة واختيادة أس تدك قرحة وسجودة سي حق الصورة هانية موقالة هانية هو أكادان كوا إساق وسجودة قصدي قد يانو هم بين الشيطان والسجوداني وحين إذن مركز أي يسجد لها يسجودان قل رحض الكفار وقالضوا مركز اللود دي وحوية تشبه بالكفار ووقتي أي قالضي قل رحض السجودين هذا مركز وقتي قال إلهي السجودين الصلاة الدب وقالك قصدوا كل الدوية لكن مقال كجود بأسكم إذا وحنا تاس الدليل طاي إسوء كيسين تقال ذي الديني إن الله شردين قفكم إنه قصدي إنه إسوء كيسية وحلا الديني ومجرد تشابه في الظاهر إن دش على سجاء كذا الديني وأيه لأن تشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن دش على سجاء كذا ده كوي إسوء شيدة قلوبته إسوء شيدة ولهذا الدوات التي دقف كمسلم كانوا حدث ثوب الشهرة ما رأوا كعام بحيو ضدك بوك قدوية تاسيد وحي كانت سادي ضدك إني كلفو قادان هدي مركا دوشة لإساقية كادو قلوبتا جزور دواني سو إن قلوبتا مركا دما لإساقية كادا بعد عيسا ثم الدباتنا انتا الدبادين صليتكو فإن الصلاة محية ليس صلاة مشهودة وامد حويان
goob joog loo yahay oo maxduuratun la soo xaadirayo malaa'igta imanaysa oo goob joog u ah waxay u dhowdahay in la aqbalo qofku raxmadda ilaahay u helo xataa yastaqilla dhillu ilaa harku uu ku beegmayo birrumxi waranka bimacna la gaadhayo waqtu listiwaa warankii la taagay harkiisu uu ku beegmayo uma qsir cani salaadeetana salaada ka gaabso faina xiinaidin maxaa yeelay waqtigaas tusjar waxaa la huriyaa oo la shidaa jahannamu ciyaadan billaahi min jahannam aad baa loo shidaa waqtigaas faidaa aqbala alfayu harku markuu soo rogmado harqodaalkii fasalli tuko faina salaata mashhuudatun maxduuratun salaadu waa mid goob joog loo yahay oo lala joogo la soo xaadiray xataa tusalli alcasra salaadaada iska wado waad iska tukan kartaa ilaa casr aad tukanayso sariix riwaayadana nahyigu inuu bilaabmayo casr marka la tukano nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada casr ka dambaysa joojinteeda wuxuu ku xidhay tukashada salaada casr xataa tusalli alcasr uma qsir cani salaati casr markaad tukato salaada ka gaabso xataa taqruba ilaa ay qoraxdu dhacayso fainahaa qisadu waxay tahay taqrubu waa dhacdaa ee ashamsu bayna qarnay shayaanin shayaan labadiisa gees dhexdooda iyadoo ku beegan oo isaga uu ku beegay si kuwa u sujuudaya muuqaal ahaan ay u ekaadaan kuwa isaga u sujuuday waxiinaidin markaasay yasjuudu sujuudaan la iyada u sujuudaan alkufaaru gaaladu rawaa axmed oo muslimun ولأبي داود نحوه وأوله عنده عند أبي داود قلت يا رسول الله أي الليل أسمع أقرب إلى الإجابة ساعدها بينك ساعد يبا ودو قفك إن لقى أقبل الدعاء قال جوف الليل هبينك يعني نحديس الآخر الدنباء هبينك نسكيس الدنباء فصلت كما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح إلا تصبح تكنيس مركا الصبح مركا تكت صلاة دك الجعصة صلاة الصبح مركا تكذا يا ديد مدي صلاة اللود دي دي أي بلا ميسا مركا قفك الصلاة دي سعيه كحرم تح قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص الصحيحة أدلة عادية صحيحة تدل واحد سنة على أن النهي ديد مدى في الفجر صلاة الصبح مركا دبدد ليسود ديدي صلاة لا يتعلق إنه كحرنين بطلوع واجه بريجيس بل بالفعل وكحرية صلاة الصبح سمين تيدا كالعصر سيدا عصر وكالعصر سوى خلاف ما بلبا صبح أنا دي حديثة وداركتا وعن يسار مولى ابن عمر قال رآني وحارك إياركا ابن عمر وأنا أصلي أن أتكني بعدما طلع الفجر مرك واقب بريكدي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونوصب بحي ونحن نصلي أن أتكني هذه الساعة فقال وحر اللي يبلغ قارسية شهيدكم كينة شوغا غائبكم كينة مقان الله صلاة إن أنا الصلاة دي مشروعة ملة شدائيها بعد الصبح إلا ركعتين موياني رواه أحمد وأبو داود حديث كان حويان سنة كيسا ونظر باكو السوغان وحانو خلاف سيئة حديث صحيح حيدة المابي سي إنه يقولوا بلا ميو مرقى صلاة الصبح لتكدؤون وعن عقبة بن عامر قال وحر ثلاث ساعات صدح وقته نهانا ونودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي أن تكن فيهن وأن نقبر ما إنا نؤاسنا فيهن لحدود موتانا ذلك نقدنت حين تطلع الشمس ويمر قرح صواب بحيصو بازغة حالا تايمت صواب موقتي حتى ترتفع إلى كورك عيسو مركا وحفصير يا حديث كان عقب الناس دي حديث كعمر بن عابسة حتى تطلع هذا حديث كلك صارورت إلى صواب بحضو إنا صواب بحيسو لوغة تشيدينه looga jeeda markay soo baxdo ay kor u kacdo qadar intee lay qayda rumxin si xadiidka camr ibn cabasa ku cad waxiina yaquumu iyo marka uu istaago qaa'imu dhahiirati
يعني وقت الظهر كاستاجة ومركو هركو استاجو لاركو صعدايو الصبحات كو صعدايو شيء هركو وياه بكو صورية مركو استاجة معني دوام حي صعد كو توجيه سما ذا برت كيد قرحة كو بيجنت وحين تضيف ويا مركي مرتون نقطة للغروب دعتر سيد عايزه حتى تغرب على مركه وإلى تدعيتان إلا دعيسه رواه الجماعة إلا البخاري وعند كوان مولى عائشة أنها حدثته وحوشكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه كان منه يسلم إتك دب على العصر عصر دبدي وينا عن هدتك نودي كري ويواصل صوم كحريرين كري وينا عن وصال رواه أبو داود حديث كان ضعيف محمد بن إسحاق با سنة كيس كتيرة وقد عن هو مدلس عن بان كوري وأنا مدلس لكن معناه التلمامي واضح النبي صوم كحريرين كري صحابة نودي إني لست كهاتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يطعمني ربي ويسقيني عسر دبدين لتكدنا وادي النبي يقول عليه الصلاة والسلام تكجري سني دهر كدن بيبو قليه واختقاص طبيعتنا انت دبدنا وتوكتي لكن يعني قال الله لقلين يسن الظهر عسر دبدي من النبي يكون قارئ ما حديثك أم الصلاة تلامه النبي يكون قارئ يعني ضعيف سأرين وصمرت ولهذا بس حمد القارئ بعد العسر يتكن كلين طيب بس لا مركع كصار سو وقتي السلاة اللي يسود ديني صدح وقت يجو وعديهن وصدح حديثك عقبة بن عامر كحصن ويقول الله صباح يسوي لي أري كروك عين يا مركع دعى يسوي لي أري قرصومين يا مركز السماء ده برتن كذا مرة يسهركو يستعجوا. سبت اللود دي صدق له وقتنا النبي عليه الصلاة والسلام عدي والله بظهره لما في ذلك من مشابهة الكفار وكان شاه قال ده كتير اللود دي دوش قفكو وجاي كاريو. وقت جا صدق هذا ومركز السماء ده برتن كذا مرة يسروح اللود دي. ووقت جهنم بس آد الله ريا بمعنى وقت سيدا غالب كاكلولوه لماذا وقت يأكل بعد العصر صلاة العصر دبدين هي صلاة الصبح دبدين خلاف باكوتيرا إلا وقت جي صحابة صحابة قال كود ماذا بكود وحوها مركا دعيسا إيو مركا إصابحا يسون اللي يسود دي لكن عصر دبدي إيو الصبح دبدي بين اللي سكتو كان كرر قال كود واحد حديثا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومنسوخ بين أهدي حبيد اللي شده وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام عصر دبدي وتكذي سنه الدورك وحكى ليد الإشياء ما أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قفك الصبح كجار ركعة ثانية قل راح الصباح وقت جنه يقول تكري كجار عصر ثانية قل راح دعين صلاة دو جار لكن حديث كان صلاة دو حكوس عبسية فرلكة وحانا نشاقناي صلاة نهي وقفك إنه أبلا ميمركو فرالك التكدو مركا فرالكي بانو التكن باولي وقت جي صلاة دي سيقل لو ديدي مقو قاري باوي صلاة دا فرالكان وقتي دا صلاة دا اللي سود ديدي والا التكن كراه أما النبي عليه الصلاة والسلام هالي انت اي كتكتاي ويري هل كان ينقر رارا سببتو قوري ما هينو صلاة دا ديبو ديجيسي وقت جي نهي قلو نعفو إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان إلا ذا سنة بقشان وميل شيطان إنه يمي وكا صلاة إنه دافي عائشة
ayaa ka mid ah saxaabada qabay waqtigay soo baxaysay waqtigay dhacaysay in salaada la isu diiday wayma cumar bay tiri innamaa naha rasuulullah an yataxaraa طuluuca الshamsi وغuruubaha cumar markan uu leeyay nebigu wuxuu diiday casar dabadii in la tukado iyo subax dabadii wuu wahmiyey wuu ismuudsiiyey nebigu wuxuu diiday uun markay soo baxaysay markay dhacayso halkuu cumar uu wahmiyey midda kalema cumar oo quudhaa wariyey soo kuwa saxaabada kaleba wariyey sida abu saciid alkhudri wakadalika jamaaca min asaxaaba marka sax ma ahaa cumar baa wahmiyey ibn cumar baa ka mid ahaa wataxariguun baa la diiday bay leeyihiin in salaada waktiyadaa lala eegto markay qoraxu soo baxaysay markay dhacayso laakiin casar dabadi iyo subax dabadi waa la iska tukan karaa laakiin sida saxdi waxay tahay casar dabadi iyo subax dabadi waktiga salaada laysu diiday inay ka mid yihiin wallahu aclam lilxadiidi sariixa xadiidka ku cad awgeed waxyaabaha taasii xoojiya waxaa ka mid a nebigu markuu casar dabadi tukaday isagoo qallaynaya sunnihii duhur ka dambeeyey maada qaala lahu saxaaba umu salama maxay ku tiri rasuulka ilaahay casar dabadi in la tukado waa diiday haddana waa tukanaysa marka haddii waqtiga salaada laysu diiday uu yahay waqtiga ay soo baxaysa ama ay dhacayso su-aashaa nebiga lama weydiiyeen haddii la weydiiyeena jawaabtiisu may noqoteen sunnihii duhur ka dambeeyey oo layga mashquuliyey baan qallaynaya jawaabtiisu maxay noqon lahayd maya waqtigan isaga salaada laysuma diidine marka ay sii dhacayso unbaa laysu diiday buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan lahaa والله أعلم وأحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دوني ساعة عماش وناك سنة من يكوف الله فرى لي السنة ما دوني ساعة حمان تنفطة لين تكرب تواد كنقو يسار يكوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقوينا هذا أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قفر ربنا يا إلهي سبحانه وتعالى حسك إيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.